كان مهرجان اعتزال الأسطورة محمود الخطيب مبهراً وفريداً في كل شيء، من حضور الجماهير قبل المباراة بساعات وهي تهتف لبيبو وتحاول إقناعه بالعدول عن القرار، إلى التنظيم والمشاركين في هذا الحدث الاستثنائي. كلمات بيبو الخالدة للأسماع حتى الآن، وأشياء أخرى ظلت حاضرة في أعين كل جماهير الكرة بمختلف انتماءاتها. طفل صغير لفت الأنظار خلال هذا اليوم، حيث ظل يداعب الكرة لمدة تجاوزت 15 دقيقة دون أن تلمس الأرض قبل بداية المباراة. هو أحمد سمير ناشئ الأهلي وقتها، الذي كانت بدايته من طنطا، والذي انتقل للعب للأهلي وتم اختياره ليشارك بفقرة استعراضية في مهرجان اعتزال الكابتن محمود الخطيب. تسببت الإصابات القوية في حرمان الجماهير والأهلي من موهبة رائعة، فاعتزل قبل أن يكمل عامه 28 ليتجه إلى التدريب، حيث بدأ في أكاديميات الأهلي ثم قطاع الناشئين، وقاد العديد من الفرق من بينها مواليد 2005، والذي حقق معه نتائج جيدة، والآن يتولى منصب نائب رئيس قطاع البراعم بنادي إمبي، يواصل النجاح في قطاعات الناشئين. أحمد سمير بيبو معنا اليوم ليتحدث عن قطاعات الناشئين في مصر وسر اختياره للمشاركة في اعتزال الأسطورة محمود الخطيب. أهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي وضيفكم النهاردة الكابتن أحمد سمير، نائب رئيس قطاع البراعم في نادي إمبي. منورنا كابتن أحمد. أهلا بك يا كابتن أسامة، وأنا سعيد أن أنا موجود مع حضرتك وفي بيتي طبعا النادي الأهلي. يعني الواحد سعيد جدا أن هو في بيته النهاردة، وسعيد أن أنا موجود معاك يعني كابتن أسامة. أنت اللي مشرفنا ونورنا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن أسامة. عايز أبتدي بقى من حتة سمعتها في التقرير. ما خفتش وانت ولد صغير في مهرجان الكابتن محمود الخطيب وانت نازل بتستعرض مهاراتك قدام 100,000 متفرج من جمهور النادي الاهلي؟ لا والله يا كابتن اسامه، يعني انا كنت جريء شويه وانا صغير في حته المهاره دي. ويمكن انا قبل التراي ماتش في ملعب مختار التتش، يعني يمكن ما كانش حد عارف ان انا هنطق الكوره وبتاع، ففوجئت انا اصلا كابتن احمد ماهر يعني يوم التراي رحمه الله عليه، يعني هو شافني يوم التراي ماتش كنت ورا الجول، كان الفريق الاول شغال يوم الاربع والماتش كان يوم جمعه. فيوم الاربع كان تراي ماتش واشتغلت بول كنترول كده ورا الجول، فالجمهور تفاعل معايا، جمهور الدرجه الثالثه بقى انت عارف الجمهور اللي كان بيجي بيحضر في المدرجات كتير، فشافوني ان انا عندي مهاره كويسه جدا وبطلع الكره على دماغي وعلى رجلي، ففوجئت ان كابتن احمد ماهر في اليوم ده نزلني في المباراه، وحسيت ان انا طبعا يعني لا ما تأثرتش. معانا الفيديو دلوقتي. كان عندك كم سنه وقتها؟ يعني كان عندي 9 سنين بالظبط. 9 سنين. تسع سنين ونزلت بقى كابتن قبل المباراه يعني ب10 دقايق كده او ربع ساعه. الكره قعدت بقى على رجلي بحوالي 20 دقيقه كده ما نزلتش. معانا اللقطه. نزلت في الدايره في نص الملعب. في نص الملعب كابتن احمد ماهر بقى نزلني، كان اللي بيدربني ايام كابتن مصطفى عبده طبعا. وطبعا يعني ده شرف كبير ليا ان انا في مباراه اعتزال كابتن محمود الخطيب نجم مصر ونجم يعني نجم فوق العاده، كان الواحد يتمنى طبعا ان هو بس يشوفه يعني. فما بالك بقى كابتن اسامه ان انت في مباراه اعتزال نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب تنزل تعمل عرض في الذاكره على طول. فطبعا يعني ده شرف كبير ليا طبعا، وحاجه بتضاف لي لغايه دلوقتي في تاريخي يعني الحمد لله. كان في بقى كمان بعديها ماتش اعتزال كابتن اكرامي. دي الحاجه بقى اللي انا مش قادر انساها. انت كنت تخصص مهرجانات ولا اعتزالات؟ والله لا، هو انا كنت في الايام دي النادي الاهلي دايما لما بيبقى في مهرجان ولا حاجه بيحاول يعرض المهارات بتاعتي يعني. ففوجئت برضو ان انا ايه، قالوا لي انت ليك فقره كده ما بين الشوطين، كان يوميا منتخب مصر بيلعب النادي الاهلي. فنزلت ما بين الشوطين يا كابتن اسامه، نطقت الكوره كده، فيعني دي بقى احسن حاجه حصلت لي في حياتي يعني. لقيت كابتن محمود الخطيب بينادي عليا. قال لي تعالى يا احمد. فروحت له فقال لي تعالى ننطق الكره سوا، ودي بقى كانت حاجه. انت والكابتن في الملعب؟ انا والكابتن. حتى كان في فيديو موجود. لحاجه زي كده. فطبعا انا يعني ده شرف كبير ليا طبعا، يعني فما بالك زي ما بقول لحضرتك الناس بتبقى نفسها تشوف كابتن محمود الخطيب، فما بالك انا ابقى واقف قدامه بنطق الكره وانا وهو، ودي كانت حاجه طبعا يعني شرف كبير ليا وحاجه عمري ما اقدر انساها طبعا في ده حاجة. ياخدني لحاجه كابتن احمد سمير متخصص في حته البراعم، في حته المهارات دايما بتشتغل انت على حته المهاره
في السن الصغير دي. هل دي علشان كانت عندك الملكه وانت صغير؟ يمكن يا كابتن. بص يا كابتن، يمكن انا اشتغلت في النادي الاهلي مدير فني ل 2002 سنتين، وال 2003 سنه، وال 2005 خمس سنين. وقبل يعني قبل ما امسك المنصب بتاع 2002 كنت ماسك حاجه اسمها المدير الفني للمهارات بقطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. فما كانش مخصصه لفرقه واحده فقط لغير، كانت مخصصه لكل فرق البراعم اللي كانت موجوده معايا، وكان بدايات فرق من الناشئين كمان. يعني انا اشتغلت مع 97 المهارات دي. يمكن حضرتك انت كابتن وسام كنت موجود جبناك بره مدرب مع يعني كنت حضرتك وسمير كمونه وكانت الفرقه دي 97 كان فيها يعني مش عايز اقول لك بقى كانت عتاوله لعيبه كويسه جدا، كان كريم نيدفيد ورمضان صبحي وكانت لعيبه جامده جدا. بس انا بدات بالفعل بقى مع فرقه 99 وال2000 وال2001 وال2002 احمد حمدي، فوزي الحناوي، محمد شكري، شادي رضوان، محمد عبد المنعم اللي بيلعب في منتخب مصر دلوقتي. علمت ناس كتير جدا حته المهاره دي. بس هو ما كانش يا كابتن الموضوع كان خاص بحاجه اسمها محتوى الجسم. يمكن كان ايامها المدير الفني في النادي الاهلي ده برضو من الناس اللي لها افضل عليا، كابتن عبد الناب عاشور، من الشخصيات المحترمه واللي عندها طبعًا فكر وعندها كان هو يعني كان الراجل ده معاه الجنسيه الهولنديه، وكان عامل حاجه اسمها محتوى الجسم، حاجة خاصة بالجانب المهاري، الفوت ورك والكوردينيشن سواء بالكرة وبدون الكرة. فكنا بندخل فيها الجانب المهاري وتغيير وضع الجسم على الأرض بالكرة، فكانت بتشتغل على حاجة اسمها المهارة المركبة. ممكن المهارة تتعلم، ولا المهارة هي موجودة في فطرة اللاعب وهو صغير، ولا ممكن يكتسبها من خلال التدريبات؟ بص يا كابتن، هي الكرة الموهبة بتبقى موهبة بالفطرة، ولكن انت بشغلك تقدر تنمي المهارة دي وتقدر تنمي الموهبة دي بالشغل. الكرة بقت صناعة دلوقتي، بقيت انت بتقدر تكرارات في الشغل كتير جدا تؤدي الى الآلية في الأداء. فانت مهم جدا ان انت تشتغل مع الولد وتعلمه كويس جدا جدا. بس في بقى ولد بيبان عليه ان ده موهبة كابتن، يعني في حاجة موهبة رباني سبحانه وتعالى كده، ربنا مديله موهبة انت تقدر تزودها له بقى بالشغل بتاعك. يعني ابتديت انت في النادي الاهلي سنه كام؟ كان عندك كام سنه وقتها؟ انا عندي 9 سنين بالظبط. كنت انا رحت في السنه بتاع اعتزال كابتن محمود الخطيب دي، كنت انا رايح متصاعد مع فرقه 11 سنه، ما كانش ليا فرقه في النادي الاهلي. فكابتن مصطفى عبده خدني لعبت مع الفرقه الاكبر مني، لاني ما كانش لسه ليا فرقه في السن ده. كانش بقى كابتن تنطيق بس، لا كنت الحمد لله يعني بس هو طب شايفين الصوره اللي احنا شايفينها قدامنا دي؟ كان المدير الفني وقتها كابتن حسام البدري، صح كده؟ يمكن انا الولد الصغير اللي قاعد جنب الكاس على الشمال على طول ده، واللي فوق اللي هو شعره ناعم شويه ده اللي جنبه على الشمال ده كابتن طارق السعيد، واللي فوق كابتن سيد عبد الحفيظ، وطبعا في كابتن احمد فوزي برضو الكاس اللي في النص اللي هو في اللي فوق اللي قاعد حارس اول واحد، تاني واحد على اليمين من فوق عم حارس هو كابتن ده الاستاذ عدل الوراق، صح؟ برافو كابتن. عدل الوراق كان الاداري المدير الاداري وقتها. دي كانت بطوله كابتن بدري، بطوله معموله بطوله كاس مصر، وكنا احنا خدناها. كنت انا واخد احسن لاعب في البطوله دي، وكان كابتن سيد عبد الحفيظ واخد الهداف فيها، وكنا خدنا البطوله دي الحمد لله. كابتن سيد عبد الحفيظ من الصف اللي فوق، ثالث واحد من على الشمال، واللي جنبه ده هيثم ابراهيم بتاع المقاولين. لا عناصر كتير، كانت فرقه محترمه ما شاء الله. كانت ده الملعب ده استاد المقاولين، كان الماتش المقاولين كان النهائي مع المقاولين العرب في المقاولين العرب، وخدنا البطوله وكسبنا. كان بقى معانا زمالك واسماعيلي وترسانه، كانت بطوله كده مجمعه كانت جامده جدا وحصلنا عليها يعني. طيب هنستكمل ان شاء الله يعني كلامنا مع حضرتك عن رحله بقى مشوارك في النادي الاهلي وابرز اللعيبه اللي انت اكتشفتها كمان خلال تدريبك وانت موجود في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. تمام. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بحضراتكم بضيفي الكابتن احمد سمير. كابتن احمد، اشتغلت فتره مهمه في النادي الاهلي، فتره طويله في النادي الاهلي، كان ليك اكتشافات كتيره لبعض اللاعبين المهمين. ابرز اللعيبه اللي انت اشتغلت معاها في النادي الاهلي واكتشفتها وبدات تنور في الكره المصريه وموجوده دلوقتي، يعني هي بدات بقى دلوقتي اللعيبه اللي هي بدات تطلع دلوقتي يا كابتن، معظمهم اللي اشتغلوا معايا بقى في الجانب المهاري بشكل كبير جدا. امثال مثلا محمد شكري لاعب سموحه اللي هو نجم النادي الاهلي الباك ليفت ولاعب فريق اول، احمد نبيل كوكا، احمد حمدي اللاعب المهاري بتاع 98، احمد ياسر ريان، عندك يا كابتن كمان محمد عبد المنعم اللي موجود في منتخب مصر دلوقتي. كل اللعيبه دي انا اشتغلت معاها في الجانب المهاري بشكل كويس جدا. ويعني مش وشادي رضوان، كل دول موجودين في الدوري الممتاز، كل دول ولادي اشتغلت معاهم جانب مهاري بشكل كبير جدا حوالي سنه او سنتين. وبعد كده بقى فرقه 2002 اللي طالعين احمد سيد غريب دلوقتي موجود فريق الاول، احمد سيد عبد النبي، دول بقى انا مسكتهم مدير فني سنتين، خدت بيهم بطولتين سنتين بفضل الله.
وفي 2003 كمان زي ما لسه سامع حضرتك بتتكلم ميدو نبيل ما شاء الله ماشيين بشكل كويس جدا. لا فرقه هايله من الفرق الهايله دي، اللعيبه دي كلها برضو عامل معاها شغل رائع برضو سامه كل طبعا كابتن سيد غريب مدرب كبير ما شاء الله عليه تبارك الله يعني. ونادي 2003 خدت بيهم بطوله برضو بطوله منطقه القاهره في النادي الاهلي. تعالى نشوف بقى وانت بتقول لي يعني من ضمن اللعيبه اللي اشتغلوا معاك محمد شكري ومحمد عبد المنعم. تمام تعالى نشوف قالوا ايه رساله ايه للكابتن احمد سمير. تمام كابتن احمد عامل ايه؟ اتمنى اكون كويس ان شاء الله. طبعا الكابتن احمد ليه فضل كبير عليا، يعني اول واحد مرني في الاكاديميه في بلبيس هنا وساعدني كتير طبعا، ساعدني اكتر لما رحت النادي الاهلي، يعتبر هو اللي وداني يعني النادي الاهلي في القطاع، وبرضه جنى على طول كان مدربه في القطاع في مدرب مهارات، يعتبر هو اللي يعني علمنا جزء كبير من المهارات في الكوره وساعدنا يعني فيها ونمها لنا، فانا اتمنى له التوفيق ان شاء الله، واتمنى ان هو يرجع النادي الاهلي في اقرب وقت ان شاء الله، لان ده مكانه يعني. كابتن احمد ازي حضرتك يا كابتن؟ يا رب دايما بخير، بالتوفيق دايما ان شاء الله كده، ودايما كده مكسر الدنيا واسمع عنك كل خير ان شاء الله. ليا الشرف اني اشتغلت مع حضرتك وتعلمت من حضرتك حاجات كتير زي المهاره، الحاجات دي دلوقتي فرق معانا في الدوري الممتاز بقى عبر الاجيال كلها. بالتوفيق دايما، واتمنى ان شاء الله ترجع بيتك النادي الاهلي ان شاء الله. شايف دلوقتي محمد شكري بيقول انك اخدته من الاكاديميه. محمد شكري كان جاي لي ولد صغير قوي كده كابتن، لسه صغير خالص يعني كان حوالي 6 سنين، واول ما شفته لقيته بيجري بالكوره كده كابتن، هو ما شاء الله عليه رجليه جامده جدا. فما كانش متعلم اي حاجه بقى خالص، فانا حسيت برضو زي ما كنا بنتكلم في الفاصل عن الموهبه اللي هي بالفطره. فهو ما شاء الله التوافق عنده كويس جدا، وما بيجي يشوط بيشوط كويس، كان يجي يقعد يبص لي ويضحك كده، فبدا بقى تاخده في حضني وبدات اعلمه هناك طبعا. لحد ما ربنا كرم يعني منتخبات بقى الاكاديميات، فانا رشحته طبعا للنادي الاهلي فاتاخد على طول يعني. تمام. الكابتن احمد سمير دلوقتي نائب رئيس قطاع البراعم في نادي ابي، طمنا بقى على قطاع البراعم. كان معانا كابتن محمد اسماعيل اتكلم عن القطاع بصفه كبيره جدا وبشكل كبير، بس ما دخلناش في حته البراعم بشكل كبير فيها. طمنا بقى على البراعم، خاصه ان انبي ما شاء الله من القطاعات الناشئين القويه جدا في مصر. عايز اقول لك كابتن، انا في يعني الحمد لله انا شرف ليا ان انا موجود في منظومه كبيره طبعا، انت عارف ان النادي الاهلي بيتي وكل حاجه ولكن الواحد الحمد لله موجود في منظومه محترمه كبيره جدا جدا جدا. ناس يعني قمه الاحترام في التعامل والرقي، براعم وناشئين على اعلى مستوى، مستويات عاليه جدا 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 يا كابتن. يمكن في رئيس نادي لسه جاي جديد اسمه استاذ ايمن الشريعي، لسه هو يعني ان شاء الله ربنا كرمه ونجح في الانتخابات من حوالي اسبوعين ثلاثه كده بالظبط، شخصيه محترمه جدا. خلي بالك احنا شكرناه على الهوا هنا في موضوع ادهم السلحدار ابن نجل كابتن ادهم السلحدار، شكرناه هنا في اللفته الطيبه جدا اللي عملها استاذ محمد شريعي والكابتن محمد سمير. طبعا يعني هو شخصيه، طبعا هو جه عمل معانا اجتماع، شخصيه مش طبيعيه كابتن في في التعامل الانساني مع يعني مع البني ادمين بيشتغل معاهم على العامل النفسي. الراجل جه عمل اجتماع قاعد يتكلم على حقوقكم وان شاء الله انا مش هسيبكم، انا عايزكم تبقوا مبسوطين، بينزل التمرين للاولاد الصغيرين يتعامل معاهم بشكل يعني في رقي جدا، ينزل لهم على الارض يتصوروا معاه، حاجه محترمه جدا يعني. وطبعا في رئيس قطاع ناشئين كابتن محمد اسماعيل، ده بقى انا بحبه يعني على الجانب الشخصي، شخصيه حد فاهم جدا وحد ناضج جدا وحد ذكي جدا في التعامل وشاطر وحاجه يعني ما شاء الله تبارك الله عليه. لمم القطاع بشكل كويس جدا، محتوي للناس وحاجه يعني مش عايز بقى اقعد اقول كلام كتير يعني ان هو لا فعلا ده يستحقه. في كابتن ابراهيم محمد نائب القطاع، نائب مدير قطاع البراعم، المدير الاداري للقطاع البراعم يعني كله، برده من الشخصيات الجميله جدا، حاجه محترمه جدا. في كابتن مجدي عبد الجواد الحراس، انا بقول بس الكوادر اللي هي موجوده داخل القطاع. نيجي بقى لقطاع البراعم. قبل اي حاجه يعني قطاع البراعم، مدير قطاع البراعم كابتن جمال السيد. فكابتن جمال السيد ده يعني من الشخصيات اللي انا يعني اللي انا بحبها على الجانب الشخصي، ده اخويا وصديقي بره اي شيء طبعا، بتشرف ان هو ان انا شغال تحت ايديك كنائب مدير قطاع براعم. لا شخصيه طبعا يا كابتن، طبعا طبعا كابتن يعني جمال ابن النادي الاهلي طبعا. يعني عايز اقول لك يا كابتن، لا مركز جدا في شغله، من الشخصيات الجميله جدا في شغله، مذاكر كويس جدا، برامج تدريبيه على لو عنده كمان خبره في المنطقه دي بشكل كبير. استسمعك نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى عايز اسمع منك ابرز المشاكل الموجوده في دوري البراعم نتكلم فيها. تمام. ولكن بعد الفاصل. تمام. We'll be right back.
طبعا قطاع الناشئين بشكل عام يعني احنا الحمد لله من القطاعات اللي احنا ماشيين بخطى ثابته بقالنا فتره طويله قوي، وده باين والحمد لله. يعني فميزتنا ان احنا بنحاول ان احنا مش زي الانديه، احنا ممكن بننافس على البطولات بس احنا بنحب نبني لاعب. يعني التارجت بتاعنا ان احنا نبني لاعب ينفع نادينا ومنتخباتنا. واعتقد برضو الفتره الاخرانيه احنا اغلبيه اللعيبه اللي موجوده في مصر النجوم اغلبيتهم الحمد لله من قطاع عندنا. يعني احنا بنهتم بالمدرب اللي هو يقدر يكتشف الموهبه، واحنا السنه دي عملنا اختبارات كتير قوي. السنه دي تحديدا يعني تخطينا تقريبا 25,000 لاعب عشان نقدر نطلع بموهبه في القطاع البراعم او حتى في المراحل السنيه المختلفه. بس الموهبه اما بننطقيها بنبقى عارفين ان احنا هننميها ازاي. عندنا زي ما قلت لحضرتك كل حاجة، حتى التغذية حتى الدكاترة. عايز أقول لك إن إحنا السنة دي في جهاز نفسي أو دكتور نفسي موجود معانا، عشان برضو في سن معين كده في فترات بالنسبة للعيبة بيحصل له تطور فسيولوجي، بيحصل له تطور في حاجات كتيرة، هو بيبقى بيئة جاي لبيئة تانية. فكل الحاجات دي إحنا بنحاول ننمي الموهبة من خلال دي. يعني ممكن يبقى الولد موهوب جداً بس البيئه اللي هو فيها ما تساعدوش ان هو، فاحنا بنحاول ننقله من البيئه دي للبيئه ازاي ان هو يبقى لعيب كوره محترف، لعيب كوره مميز. هو ده اللي احنا بنحاول ننميه. قطاع البراعم موجود اربع فرق بتلعب منافسات وفرقه تحضيري. اربع فرق منافسات 2010 2011 2012 2013، وعندنا كمان فرقه تحضيري اللي هي تجهيز 2014، وفي بعض منهم حوالي أربع أو خمس لعيبة 2015 كمان. دي من ضمن الحاجات اللي أنا بعتبر ميزة للقطاع البراعم في إنبي، إنه من زمان هو دايماً بيعمل فرقة تحضير بتبقى سبورت لل يعني موضوع طويل لا ينتهي. الحمد لله إحنا كاد تقريباً متصدرين كل الأعمار السنية في المجموعات اللي هي إحنا مشتركين فيها، يعني في دوري منطقة القاهرة. وده الحمد لله يعني باين من الشغل والبرنامج الموضوع للأولاد من خلال الكابتن جمال وبمعاونة الكابتن أحمد سمير وكابتن إيهاب. يعني احنا عندنا عناصر متميزة جدا والحمد لله. يعني بالنسبة لنا احنا بنلاقي كل الدعم يعني من خلال مجلس الإدارة الجديد بالتحديد برئاسة الأستاذ أيمن الشريعي. ده احنا شايفينه ولمسينه في الفتره الاخيره، وده بيخلينا ما نبذل كل الجهد في ان احنا نحسن النتائج والاداء بالنسبه للقطاع. يعني الحمد لله ماشيين بفضل الله. اول ماشيين تحت قياده الكابتن جمال السيد مدير فني قطاع براعم، كابتن احمد سمير بيبو نائب مدير فني قطاع براعم، كابتن هاب سوقي برضه مدير فني قطاع براعم. بفضل الله عندنا احسن لعيبه في مصر، عندنا لعيبه مميزه جدا، عندنا لعيبه بتتميز بالسرعه بالكوره زي ما قلت لحضرتك في بدايه كلامي. ماشيين تحت قياده الكابتن جمال السيد. طبعا في برنامج تدريبي بادين من بدايه الموسم بفضل الله بخطه ثابته، من ماتش لماتش الحمد لله في تحسن كبير. عندنا لعيبه مميزه جدا، عندنا في كل خط بيتميز، عندنا في كل خط تقريبا من خط الظهر عندنا اربع لعيبه مميزين. خط في مثلا ناحيه اليمين ناحيه الشمال عندنا في كل مركز لعيبه اثنين وثلاثه افضل من بعض. في منافسه كويسه جدا بينهم، في منافسه شريفه جدا بينهم. كلهم ماشيين بخطه ثابته الحمد لله، ماتش عن ماتش عن ماتش بنفرق، ماتش عن ماتش الحمد لله العظيم. الحمد لله في خطه ثابته، في مكسب ورا مكسب الحمد لله، ماشيين بدا كويس يعني ثابت الحمد لله. قطاع ام بي الناشئين طبعا الحمد لله بفضل الله. يعني اعتقد حضرتك عارفه والجميع المشاهدين ان ام بي من اميز قطاع البراعم والناشئين في الانديه، ولينا كل الدعم طبعا من رئيس مجلس الاداره والرئيس النادي ورئيس رئيس القطاع الناشئين كابتن محمد اسماعيل، وطبعا واقف معانا وكل الدعم ليه، وكابتن جمال السيد طبعا بصراحه حاجه على اعلى مستوى، طبعا موفر لنا كل الامكانيات وكل الدعم ليه في سبيل ان احنا نأدي عملنا ونطلع اللعيبه تفيد البراعم، تفيد القطاع الناشئين وتفيد النادي بشكل عام. يعني فريق 2012 الحمد لله ماشي اول، كسب كل الماتشات اللي لعبها مع مدير فني محترم كابتن محمد خالد وكابتن حسن شيكا، ومعانا مدير اداري كابتن ليس مختار. في نظام وفي استقرار الحمد لله، يعني بنتمنى من ربنا البطوله تكون مناسبنا ان شاء الله. بس انا عايز اطلب حاجه بس مهمه بتقابلنا في شغل زي عواقب. معظم اللعيبه عندنا ما بتعرفش تخرج من المدرسه، بتخرج بصعوبه. ف
ففي في ما بينفذوش يعني، يعني احنا بنعمل جواباتنا وبنختمها وبنختر بيها المدارس على اساس اللعيب ده يخرج في اليوم الفلاني الساعه كذا، ما بيقولش الكلام ده، بيخرج بيجي ولي الامر يقول لي انا خارج، بيجي التمرين متاخر، طب في ايه؟ يقول لك مدير المدرسه ما مشهوش. فانا بناشد من هنا وزير التربيه والتعليم يدي تعليماته لمعظم المدارس ومش كل المدارس برضه، ان هي يبقى في تسهيلات للاعيبه الكره اللي هم في الانديه، مش انبي بصفه خاصه، لا بصفه عامه في مصر كلها، لان ديت مشكله بتقابلنا كلنا في شغلنا وبتقابل اولياء الامور. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن احمد، كنت بسالك قبل الفاصل عن ابرز السلبيات اللي بتقابلوها في دوري البراعم. قبل بس كابتن السلبيات عايز بس ادي لرقم واحد في قطاع البراعم كابتن جمال السيد حقه. ده زي ما بقول حضرتك هو يعني من الشخصيات القياديه كويسه جدا جدا، يمكن هو رقم واحد في مصر في الحته دي دلوقتي. المنصب ده مهم جدا يا كابتن، المنصب ده مهم جدا يبقى فيه مدير قطاع البراعم، لان مش موضوع مش سهل وبسيط ان المدرب يشتغل كده بفنيات من دماغه، لا الراجل ده حاطط برنامج تدريبي على اعلى مستوى، في اجتماعات شهريه دايما للمدربين، بيراجع كل حاجه بنفسه، البدلات، الانتقالات، كل حاجه للعيبه. يعني لا انا زي ما بقول حضرتك كده سعيد ان انا شغال تحت ايديه ومعاه، وبقول له بالتوفيق يا كابتن جمال، ربنا يكرمك في القادم ان شاء الله باذن الله، ومزيد من التالق والنجاح، وربنا يزيدك ويخليك في حاجه كويسه على طول كده ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي بقى ابرز السلبيات ايه والصعوبات اللي بتشوفها في دوري البراعم؟ الاول دوري البراعم من 2010 صح كده؟ لا يا كابتن دلوقتي في 13 يعني، في لا من اول 2010 من اول 2010 11 12 13. تمام. يعني عندنا فرقه 2010 دي بقياده الكابتن شيكو، من افضل مدربين مصر ده في الحته بتاع البراعم دي، مدرب هايل يا كابتن، شغال بقاله حوالي 15 سنه كده في التدريب برده، وفي انبي دايما بيحطوه في الحته بتاعه البراعم والناشئين لانه بيعمل فرق كويسه قوي. عامل فرقه كابتن فرقه 2010 عندنا، انا يعني بقول لك فرقه قويه بشكل غير طبيعي، ممتعين. المشاكل ايه بقى؟ عايز احط ايدي على المشاكل. الحته بتاع المشاكل يا كابتن اللي موجوده، يعني احنا بنناشد بس المسؤولين حته موضوع ال 50 كيلو دي، في لعيبه مواهب كتيره جدا يا كابتن موجوده عندنا لسه لغايه دلوقتي مش عارفين نأيدها. يعني لسه برضه ما زال طبعا يا كابتن طبعا طبعا موضوع اللي هي اللي لازم تنقل اقامه وتروح، فبنناشد المسؤولين طبعا يا كابتن طبعا، يعني نتمنى عندنا لعيبه على اعلى مستوى من الصعيد ومن طنطا ومن المحله، لعيبه كويسه جدا. مش ذنبها كابتن ان هي طبعا، يعني حضرتك كابتن انت كنت نجم، كنت لعيب كبير ما شاء الله، كنت من الشرقيه اعتقد، من الشرقيه للقاهره يعني اكتر من 50 كيلو، هل فطبعا اي يعني هل هو هينفع يتمرن في الشرقيه ومستواه يعلى ولا يزيد؟ لا مستحيل. لا طبعا يروح النادي الاهلي، النادي الكبير، نادي الزمالك، الانديه الكبيره دي محتاجه فعلا ان هي اللعيبه دي، الموضوع القرار ده يا كابتن يبقى في تراجع فيه شويه. طبعا التسنين والتزوير زي ما احنا بنتكلم دايما بيبقى باين جدا في مرحله البراعم، لو في لعيب كبير بشكل في فرقه طبعا بيأثر على الاولاد الصغيرين، فدي طبعاً المشاكل طبعا اللي هي بتقابلنا. انتوا بتلعبوا دوري البراعم ده مقسوم مجموعتين صح كده؟ يمكن السنه دي احنا بنلعب في عندنا بطولتين في ملعبنا في نادي انبي، وفي بطولتين بيتعملوا في ملعب دار الوقود. فبطولة ال 2013 وال 2012 عندنا في نادي انبي احنا مستضيفين البطولة كويس، وفي ال 11 وال 10 بنروح بنلعبها في دار الوقود. يعني احنا في مجموعة والنادي الاهلي في مجموعة. هي مهرجانات كلها؟ لا السنة دي بطولة كابتن، بطولة. السنين اللي فاتت كانت مهرجانات، الثلاث سنين اللي فاتوا كانت مهرجانات، رجعوها بطولات تاني. واخدة بقى جانب بقى انت عارفه يعني اللي هو الحماس. علشان كده علشان كده احنا بنناشد هنا الاعمار السنيه الصغيره 2013 و2012 و11 و10 وكمان 2009، الاعمار السنيه دي ما فيهاش منافسه، فاحنا بنقول النهارده مهرجان ان كل الولاد فايزه، كل الولاد بتتكرم، كل الولاد بتاخد جوائز، ما فيهاش مين كسبان ومين خسران في السن الصغير. بص يا كابتن هم حاولوا يعملوها في مصر الثلاث سنين اللي فاتوا ومفيش فايده برضو، يعني لا خلي بالك يعني بيحصل المباريات الاهلي بيلعب انبي، الزمالك بيلعب المقاولين، بتطلع بقى النتائج ويقول لك لا احنا كسبنا وخدنا البطوله. هو طبعا الطبيعي مفيش فوز ومكسب وخساره في اعمار سنيه صغيره، ولد عنده 7 و8 سنين. الطبيعي الطبيعي ان الولد محتاج ان هو يوصل لاعلى درجه من الاداء الفني، ان هو يشتغل على نفسه كويس جدا، تمارين على اعلى مستوى، يشتغل بشكل كويس، انما انه احطه في ضغط نفسي وضغط عصبي في المرحله دي فدي بتحرقه. وخاصه بقى الانديه الكبيره طبعا انت عارف، يعني نادي الاهلي، نادي انبي، نادي المقاولين، نادي الزمالك، الانديه اللي هي الجماهيريه بتبقى الولد صغير عايز ياخد بطوله فبيبقى مضغوط، فلو انت
اهو كلمه مضغوط دي في السن الصغير غلط. النهارده احنا لما بنقول البراعم الاعمار السنيه الصغيره فبنقول النهارده هو مهرجان، مفيش مين فاز ومين خسر، هي مجرد مباريات حبيه ما بين الولاد. حتى في اليوم الختامي لازم كل الولاد تقرر، مفيش حد بنقول النهارده البطل وده خسر وده لا. يعني انا هو ده كان بيحصل، انا بشوف خلي بالك كمان في الاعمار السنيه الصغيره مدرب بتلاقيه واقف على الخط بيوجه ولد صغير كانه شغال في الدوري الممتاز بالظبط، صوت عالي والزعيق والكلام ده كله. لا طبعا احنا بنناشد كل المدربين، وزي ما بقول لحضرتك يمكن كابتن جمال مسيطر على الحته دي بشكل كويس، لما بيلاقي حد بينفعل او حاجه زي كده فبيبدا يتحكم في المدرب. وما فيش عندنا الحته دي بصراحه يعني، ولكن انا زي ما بقول لحضرتك هو مهم جدا ان الطفل الصغير يتعلم، ده تعليم وتاسيس، ده اساس البنى اللي انت بتبنيه لقطاع الناشئين. لو الولد اتاسس كويس هتاخد منه نتائج قدام كويسه وهيبقى يفيد القطاع بشكل كبير. فمهم جدا ان انت ما تحطوش تحت ضغط نفسي وعصبي ولا يبقى في تاثير عليه بالسلب. الحاجه انت عارف بقى كمان ولي الامر عايزين نكسب بيبقى في عصبيه شويه في الاداء نتيجه ان والده ضغطه، ممكن في بعض المدربين بتبقى ضغطه الولد وبيبقوا متعصبين بشكل غير طبيعي على الولد فما بتلاقيش بقى الناتج بتاعه كويس. فمهم جدا زي ما بقول لحضرتك كابتن اسامه ان انت تحاول ان انت توصل الولد لدرجه فني من الاداء لدرجه عاليه من الاداء الفني عن طريق التدريبات اللي هي تناسب السن الصغير، التدريبات اللي هي بتتحط ببرامج تدريبيه على اعلى مستوى ان الولد مستواه يبقى فيه ارتقاء ويبقى فيه تطوير للولد يعني. ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله لقطاع البراعم في نادي الاهلي. شرفتنا ونورتنا كابتن احمد. ربنا يخليك يا كابتن، وانا سعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك وفي بيتنا يعني النادي الاهلي حبيب. دايما مشرف ومنور يا كابتن. ربنا يكرمك كابتن. قبل ما اختم مع حضراتكم دلوقتي خبر جالنا حالا، سداسي فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003، اللعبة اللي انضمت لمنتخب مصر مصطفى مخلوف حارس مرمى، محمد أحمد شرقية مدافع، إسلام عبدالله ظهير أيسر، يوسف شريف لاعب وسط، رأفت خليل جناح أيسر، ميدو نبيل صانع العاب، انضموا اليوم لمعسكر المنتخب الوطني للشباب الذي يقام خلال فترة من 28 ديسمبر الجاري وحتى 3 يناير المقبل. المعسكر المغلق للمنتخب في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية 2023 والمؤهلة للمشاركة في كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في نفس العام في أندونيسيا. كل التوفيق لشباب النادي الأهلي مواليد 2003. ما شاء الله شايفين عندنا 6 لعيبة موجودين في منتخب 2003، فكل التوفيق ليهم إن شاء الله خلال الفترة القادمة مع منتخبنا الوطني منتخب مصر. بكده وصلنا نهاية حلقتنا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر أيضا ضيفي الكابتن أحمد سمير، نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. نشوف حضراتكم الأسبوع اللي جاي وحلقة جديدة من الأشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.